نحن اليوم بشق الإصلاح بدي أقول إنه نحن عايشين بنظام ما خلونا، نظامنا اسمه ما خلونا، ونحن منريد ننتقل لنظام يخلينا، خلينا نحن وكل اللبنانيين يعملوا الأشياء اللي بيحلموا فيها. ورأس هالنظام والمنظومة المتحكمة فيه بيمارسوا سياسة المخلونة، وبدل ما يخجلوا انه بيمارسوها بيتباهوا وبيكبوا يلي بحالهم علينا وبيوقعها. يعني تخيلوا انه يلي اخترع سياسة دعم الكهرباء سنة الـ94 ولليوم ما عم يقبل يوقفها ويرجع عنا ويسمح برفع التعرفة تبع الكهرباء بوقف الدعم، سبب خسارة 22 مليار دولار من سنة الـ90. الأرقام الثانية اللي بتسمعوها كذب أو اللي تفهم يعني مثل العادة. من سنة الـ2000 خسارت الكهرباء 22 مليار دولار، وهذا رقم كتير كبير بسبب سياسة الدعم، وأوقف دفع من وزارة المالية لبناء المعامل، وأوقف قوانين الكهرباء بمجلس النواب، ومنع تنفيذ القانون يلي بنص على تعديل قانون الكهرباء. لازم تعرفوا انه في قانون بمجلس النواب صدر بيوجب تعديل قانون الكهرباء باعتراف انه غير صالح للتطبيق، واوقف خط الغاز ومحطة التغويز ومعمل دير اعمار، وغطى المولدات ومنع الجباية وحمل ميومين وسرقة الكهرباء، وبيتمسخر على يلي عينه من توقيف المشاريع ومن يلي ما خلاهم. فأدوات ممارسة نظام ما خلونا هي كتيرة بالدولة اللبنانية، بدي أعدد بعضها. أول شيء استعمال المسائية لوقف أي مشروع مش عبالهم، بدل ما المسائية تكون مبدأ تشاركي، تشارك وطني. اثنين، استعمال حجة التوافق بمجلس الوزراء لتحويله إلى إجماع لعدم التصويت بمجلس الوزراء على المشروع يلي ما بيعجبهم. ثلاثة، استعمال التسلط المجلسي لمنع اقرار قوانين بمجلس النواب، اما بعدم ارسالها للجنة المعنية، اما بعدم وضعها على جدول الهيئة العامة، او بالتصويت بالايادي لحرف الاكترية اذا تعرفوا كيف اللعبة، او حتى بتحوير القانون ذاته لما بيصدر والتغييرات يلي بطال. الوسيلة الرابعة هي استعمال وزارة المالية لعدم توقيع مراسيم صادرة بقرارات عن مجلس الوزراء وحجزة الوزارة، أو لعدم دفع أموال مستحقة على الدولة اللبنانية، وبالتالي تغريم الدولة اللبنانية مئات ملايين الدولارات، والأمثلة كتيرة منها مثل معمل دير عمار يلي مش بس انحرموا من وراء اللبنانيين من الكهرباء، تغرمت الدولة بسبب هالشيء. وخمسة، استعمال الشارع والنقابات لمنع أي قانون أو لفرض قانون أو لمنع أي قرار أو لفرض أجندات معيشية أو اقتصادية خاصة، بالإضافة لوسائل كتير غير مشروعة أدت لسرقة الودائع، تحويل الأموال لبرا، ومنع إقرار القوانين لوقف تهريبها أو لاستعادتها، وحماية يلي عم بيقوموا بهالسياسات، ومنع مثل ما عم نشوف عم بيصير إقرار خطط وقوانين إصلاحية مثل ما عم بيصير بخطة التعافي. فإذا هالنظام هيدا تطبيقه عم نشوفه حتى بالأزمة يلي نحن منهارين فيها، مع كل اللي عم بيصير بعدها عم تتمارس سياسة ما خلونا لمنع الإصلاح المالي أنه يتم. وأمثلة كتيرة ما بتنحصر، بدي أعدد لكم بس آخرها اللي صار معنا مؤخرا بمجلس النواب. أول شيء الكابيتال كنترول، جلسة من 10 أيام برك، قلنا 3 سنين بنحكي أنه القانون لازم يكون سطرين ما حدا يختلف عليه، لضبط لمنع أو ضبط إلا بحالات معينة تحويل الأموال إلى الخارج، تتعلق بس بالاستيراد أو بحاجات يعني متكررة ومثبتة لأفراد أو للدولة اللبنانية. وهن عم بيصروا من 3 سنين يزيدوا عليهم موضوع السحوبات بالداخل، لعلمهم أنه جزئيا مرتبطين بخطة التعافي وبتوزيع الخسائر، ولعلمهم أنه ما في اتفاق عليهم
هلا فبيزيدون لما يمرق القانون وبيصروا على هالشيء. كل المنظومة متفقة على عدم إقرار قانون الكابيتال كنترول. ليه؟ لأنه بعدنا لليوم عم بيصير فيه تهريب للأموال بطريقة استنسابية للمحظيين للخارج، وأنه هيدا الموضوع منه غير قانوني طالما ما في قانون بيمنعه. وبدهم إذا بده يطلع قانون أنه ينعفوا من أنه يصير فيه مراجعة لأنه تخيلوا بعد 3 سنين بعدنا بنفس المعضلة. وبكرة بيطلع معهم أنه نحن ما بدنا الكابيتال كنترول، مثل ما بيطلع معهم أنه أنا كان بدنا نجدد لرياض سلامة. طب نحن بدنا نشيله على صوت عالي، تسمعوا شي صوت واحد بيلاقينا بهذا الموضوع؟ ليه؟ قابضين الشباب فما بيحكوا بهذا الموضوع، جزء من المنظومة المستفيدة. 2، السرية المصرفية. بارحة ردوا الرئيس لأنه طلعوا ونزلوا بمجلس النواب بدهم يشيلوا المفعول الرجعي والمفعول اللاحق للقائمين بخدمة عامة أو لرؤساء الأحزاب أو للمؤسسات الإعلامية، لحي أي حدا مشتبه فيه بجرم بيسبب أنه تنكشف السرية المصرفية للتحقيق ولتبيان الحقيقة. يعني ما بدهم أنه السياسة أو الموظف بأنه يتحاسب لا لورا ولا لقدام، بدهم يعملوها القصة بس بوقتها. 3، خطة التعافي والقوانين الأربعة يلي بنعرف أنه مرتبطين فيها ويلي ارتزم رئيس الحكومة بإنهائهم بأول سنة 22، بعدها تأجلت للربيع، بعدين نهاية تموز، بعدين إيب، ورجع حاول يتراجع عنه مع الاي ام اف وراح على مجلس النواب وقال لهم شو بدكم فيها. النواب كلهم حكيوها باللجان المشتركة، شو بدكم فيها هيدي الخطة؟ انسوها، كبوها، بكرة بنبعت غيرها وفيها مفاجآت. مصداقية لبنان صارت بالأرض، وأي إصلاح بدنا نحكي عنه؟ هول مع يلي حاميين رياض سلامة وحاميين حالهم من خلال حماية رياض سلامة طما يفضحهم، بدهم يقروا قوانين بيكشفوا فيها حساباتهم وأملاكهم وبيرجعوا الأموال يلي حولوها لبرا. هن كابيتال كنترول ما عم بيقروا. كيف بدهم يقروا لنا قوانين استعادة الأموال المحولة لبرا وكشف الحسابات؟ رياض سلامة شاري نص البلد من سياسيين وصحفيين ووسائل إعلام وقضاة وأصحاب نفوذ، وما حدا بيجيب سيرته لأنه قابض منه، وهو يلي بيمول حملات عم تنشن ضدنا لأن نحن عم نفضحه. بس منيح أنه مش قادر يشتري القضاء بأوروبا ولا يرشي، وكل يوم عم يتبين وقايع وأرقام مخيفة بالخارج. القضاء الأوروبي عم بيبعث مراسلات وطلبات ومعلومات للقضاء اللبناني وعم بيتفرج عليها القضاء اللبناني. نشر بعضها بالإعلام، مؤخراً نشرت قصة فرنسا ونشرت قصة لشتنشتاين يلي جاي على لبنان من شهر حزيران الماضي، وأكيد رح ينشر كتير إشياء بعدين. ولكن السؤال لقضائنا، ما بيستحي لما بيجي هيك مراسلات من قضاء أجنبي وهو ما بيتحرك؟ بيتحرك بس ليطالب بحقوقه بمعاش كريم؟ هيدا ما بده تحرك، هيدا حق لإله، حق القاضي بياخده بالهيبة بهيبته مش بالترجي ومش عملية استعطاء من حدا تيضل عنده هو هيبة وسلطة على الكل. وشوفوا كيف لما بيفرض القاضي هيبته بالبلد كيف السياسيين كلهم بيركضوا وراه ليأمنوا له حقوقه، ما يعود يستجديها من حدا. أكيد لهم حق القضاة يطالبوا بحقوق ويعملوا إضراب لتحقيق حقوقهم، لأنه يوم القاضي معاشه ما بيكفيه يوصل على محكمته، وكلنا متفاهمين هالشي. ولكن ما بيحق لهم القضاة ما يأمنوا استمرارية العمل القضائي، وما بيجوز الاعتكاف أبداً بملفين وطنيين
واحد انفجار المرفأ، واثنين نهب أموال الناس. وبهول ملفين القضاء مسؤول عن تعطيل نفسه، هو عم بيعطل حاله بحاله. بانفجار المرفأ أولا، المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه وبعض القضاة مسؤولين عن وقف سير العدالة، وعلى ضميرهم وعلى ذمتهم توقيف اعتباطي وظالم لبل بقول خطف، وهلأ تحولنا من موظفين مظلومين إلى أسرى أو معتقلين بالسجون اللبنانية، ما في قاضي بيستمع لهم وبينظر بقضيتهم. وهيدا الأمر ما ممكن نقبل باستمراره، ونحن رح نقوم بتحريرهم بأي وسيلة ممكنة، شو ما تطلب الأمر رح نحررهم من سجونهم. نتمنى هيدا الشيء يصير بالوسائل القضائية اللازمة. اليوم في تطور إيجابي، يعطيهم العافية الشباب بلشوا ينزلوا بالشارع، لازم ينزلوا أكثر بأنه تأخذ قرار بهذا الاتجاه إيجابي لتعيين قاضي رديف. إنما ما بيكفي، بدنا استمرار التحقيق بقضية المرفأ، بدهم يتحرروا الموقوفين ظلماً، وبدها تتحرر الحقيقة بقضية المرفأ، لأنه لازم يخلص التحقيق ويصدر قرار ظني. ومسألة ومهزلة ومسخرة غض النظر بانفجار المرفأ عن أمرين أساسيين، واحد تجارة الأمونيوم، واثنين العمل التخريبي المحتمل يلي سبب هالشي، هودا أمرين ما بقى بيجوز ينسكت عنهم ويكتفي بس القضاء بالنظر بالتقصير الوظيفة يلي أصبح عم بياخد طابع الكاد السياسي وعم بيطال فئات سياسية محددة. وبدي أقول إذا بدنا نبقى بموضوع انفجار المرفأ بقضاء لبناني معطل، نحن منوافق على تحويل القضية لقضاء غير لبناني، شو ما كان الحقيقة لازم توصل وتنعرف. أما بسرقة أموال الشعب اللبناني، فنحن رح نلجأ أكثر للقضاء بالخارج، لأنه كمان القضاء اللبناني إما خائف أو متورط أو مرتشي. وقصة القضاة يلي عم بياخدوا معاشات سراً عن رفقاتهم من فترة على 8000 ليرة، هيدي فضيحة الفضايح. فهيدي وحدة كافية لنقول ليه القضاء كله سوا متفرج على اللي عم بيصير بقضية نهب أموال الناس. وهيدا الشيء مبلش من رأس الهرم، من رأس القضاء التمييزي ونزولاً. وكل قاضي بيتهرب من مسؤولياته ومن القيام بواجباته لازم يتحاكم، لازم يتحاكم بلبنان أو برا لبنان، لأنه هيدا عم بيساهم بسرقة ونهب الشعب اللبناني. جرأ قاضيين بس أنه يحطوا إيدهم بهالملف وتم إبعادهم قضائياً أو أمنياً بمنعهم من أخذ الإجراءات اللازمة بالموضوع. برجع بقول قضائياً ومنعوا أمنياً، جهاز أمني بيمنع قاضي من أنه ينفذ مهمته القضائية. لهالمرحلة وصلنا.